تمام. أيوة. انت عندك الكابولي، احنا باصين منين؟ باصين من اليمين او من تحت؟ ماشي. طيب ده رأسي، يبقى انا باصص له منين؟ من اليمين. ما انت بص، انا ببص من تحت للافق، بشوفه هو كده، واخد بالك؟ بشوفه هو كده ولا هو كده؟ يبقى انا كده ايه، ببص من تحت بشوفه علوي ولا سفلي. تمام. طيب لكن لما يبقى السيخ كده او كده، ببص منين؟ ببص من اليمين، شايفه كده يبقى علوي، شايفه كده يبقى سفلي، صح؟ طيب فبالتالي انا ده كابولي، فانا رسمه ايه؟ رأسي. يبقى انا رايح ابص منين؟ من اليمين. طيب انا بشوف الاول السفلي ولا العلوي؟ السفلي. بشوف السفلي الاول. طيب يبقى الكابولي ده، طلع لفوق. ما انا هقول لك اهو، تعالى نتفق اتفاق حلو بقى. الكابولي ده طوله كام؟ دايمنشن 1.93. 1 و3، تمام؟ 1 و3. فانت ايه؟ هذا السيخ اهو 1 و3، تمام؟ انت سيخ الكابولي، السيخ ده بيدخل كام بقى في الباكية؟ مرة ونص. مرة ونص. هاخده كوبي اهو، ادي مرة وادي مرة، كده كأن السيخ ده دخل مرتين، صح؟ هقوم جاي عامل لاين، وجاي في نص المرة التانية عامل خط كده عشان اقص نصها زيادة. فعشان ده أكبر من أكبر من مرة ونص. ايه ده؟ ده أكبر من مرة ونص. لا تاني، ادا لاين قدامك حاجة من الاتنين، يا تقول 1 و3 وتاخد ده كوبي وتروح مركبه كده، دي مرة، يبقى هو كده دخل كام مرة؟ نص ومرة نص نص كمان، نص. مرة كمان اهو، كده مرتين. ماشي ماشي خلاص. جاي عامل لاين ماشي ومعلم في نص الخط التاني، ماشي وعامل ترم، ماسح الزيادة دي وماسح ده بقى كده، ماشي يبقى ده كده كام؟ دخل مرة ونص. ماشي ماشي. ده العلوي اهو، صح؟ ماشي. تجنش اهو. ماشي. السفلي بقى انا باصص من اليمين، ماشي. فهشوف السفلي كده. طيب هتقول لي يا باشمهندس، طب كان كليفر كان سمكه كام فاكر؟ 20. 20، شيل منها 2 كفر، 18. 2 فوق 2 تحت، يبقى 16. كفر الخرسانة مش بيبقى فوق وتحت؟ كفر الخرسانة يبقى شيله فوق وتحت، اديني 16، يبقى دي بوينت 16. وهروح جاي داخل من هنا بقى كام؟ اللي هي الحتة دي، اللي هي 1 و3 تقريبا، 1 و3، تمام؟ وهتقوم عامل ايه؟ الجنش بتاعك صعبة؟ ده بالنسبة لي كده، ده كده ده بتاع ده ايه؟ بس ده كده من السفر. لا انت بص، انت بص منين؟ بص من هنا، صح؟ ماشي شفت السفلي اهو، وده العلو. ماشي تمام فلت. تمام طيب ما ينفعش نسيب دي كده، تعال نظبطها بأمر ايه؟ فلت. نعمل راديوس، نعمل مثلا 2 من 100، نعلم على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. هناخد دي نعمل لها كوبي اهي يا معلم، اهي صعبة. طيب دي بتركب هنا ولا بتركب فين؟ لو تفتكر ديت كنا بنركبها هنا كده، وبناخد الجنش ده موف اهو، ننقله فين؟ هنا كده، صح؟ طب نعمل ايه بقى عشان نرتاح؟ ناخد ده ايه، نعمل لها بلوك، هنقعد ننقل الجنش لوحده ودي لوحدها، مش كده؟ كده الكابولي كله نفس المقاس، تمام. هاخد دي كوبي اهي، في واحدة قصادها، قال لك لا انا اخدها من هنا اهي، ركبها هنا مثلا، واعمل لها روتيت وايه، وعدمناها هنا اهي كوبي. انا بقى ببص من تحت، انت كده فاشوف باصص من من تحت. تحت، يبقى كده بالنسبه لي ده السفلي وبعدين العلوي. صح تمام. ماشي ماشي كوبي. لسه هظبطها، اعمل لها ستريب شوية دي، واخدها ايه، نعمل لها هنا